الاتصالات مع الفيدرال ومع الخزانة لا تتوقف، بسبب أن العراق واحد من مستخدمي العملة الدولارية، فضلا عن أن معظم استثماراته موجودة لدى الولايات المتحدة، وهنالك اتفاقية استراتيجية بين البلدين. باعتقادي التواصل الدائمي لتحليل أي سلبيات تحدث في عمليات التحويل، سواء بالمنصة، سواء بنظام السويفت، سواء بقبول شرائح جديدة زين تدخل للتحويل، هذا أمر قائم. دكتور، هذا اتصال غير عادي، احنا نتحدث عن اتصال يعني مستمر دائما ما بين السفيرة الأمريكية، بين البنك المركزي العراقي. دكتور، وما بين يواش، بس صبرك، انت تتحدث عن اتصالات مستمرة، اي اكو اتصالات مستمرة، بس نتحدث عن اتصال غير عادي على أثر تم رفع التجميد أو التقييد أو العقوبات على 14 مصرف عراقي تم معاقبتهم من قبل الخزانة. احنا نتحدث عن اتصال محدد. إذا خليني أنا جاي أستاذ عدنان، أي؟ هو ماكو يعني، هي قالت احنا لم نعاقب، ما قالت رفعنا العقوبة. قالت نحن لم نعاقب. هو فعلاً العقوبات خلص تصير واضحة للمشاهد ولحضرتك. عندنا نوعين، عندنا نوع من العقوبات تصدر عن الخزانة وتروح للأوفاك بمكتب إدارة الأصول، هذه توقف تام ولا يسمح للمعاقب بأي حركة أي نشاط. زين، النوع الثاني هي في الحقيقة وجود رأي وتحليل، وانت لا تنسى هاي العقوبات لعام 22 مو 23، فيعني كما يعتقدون ان بعض الحوالات قد تكون وصلت الى كيانات او عوائد الحوالات، قد يكون وصلت الى اشخاص معاقبين داخل العراق، فهي ليست عقوبة وإنما تقييد. طيب، من الحصول على الدولار. طيب، هذا التقييد الرفع لو لا دكتور، هذا التقييد نعم؟ تم رفعه لو لا، يعني المصارف الـ14 راح تشترك بمزاد العملة شيء. باكر لا لا، أتمنى ذلك، هذه يعني أمنية أن تعود المصارف مثل ما قلت لي أنها عقوبات عام 22 تعود وتمارس، لكني لا أعتقد ذلك. ليش تصرح السفيرة الأمريكية بهالطريقة؟